طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الليلة إن شاء الله نبدأ أول متابعة عندنا في من متابعات مادة المعالجات الدقيقة أو المايكرو بروسيسر. وهنا نحن نتكلم عن واحد من عوائل أو من الأنواع حقت المايكرو بروسيسر، اللي هو هنتكلم عن العائلة 8085 أو 8085. طيب، فنبدأ أول متابعة عندنا. إحنا طبعا عندنا الشغل البرمجي كله بتاع المعالجات الدقيقة بيبدأ من الانستراكشنز أو التعليمات أو الأوامر اللي أنت بتكتب بيها البرامج حقتك. طيب، فإحنا عارفين إنه الانستراكشنز بتتقسم لكم نوع. عندنا مثلا زي الداتا ترانسفير، عندنا زي البرانش انستراكشن، عندنا زي الأريثماتيك، عندنا زي اللوجيك، عندنا زي الماشين كنترول انستراكشن. طيب، فالليلة ان شاء الله المتابعة دي احنا هنخصصها للداتا ترانسفير اوبريشن. والمقصود بالداتا ترانسفير انه الانستراكشن او التعليمات حقتك اللي بتقوم بتتعامل مع البيانات، سواء كان انها تنقلها ليك ما بين ريجستر وريجستر، او سواء تنقلها ليك ما بين تاخد لك بيانات معينة 8 بت او 8 بيانات مكونة من 8 خانات ثنائية تخدها لك في ريجستر معين، او تاخد بيانات عبارة عن 16 بت تاخدها في ريجستر بير، وهكذا. طيب، مثلا لو جينا مسكنا اول مسألة عندنا في الداتا ترانسفير، قال عندنا مجموعة التعليمات الموضحة قدامنا دي. التعليمات دي عندها هي اي تعليمة فيها بتاخد بتشغل حيز في الذاكرة حقتي. فقال لي اذا كان انا الموقع الابتدائي اللي بدأت بيه التخزين حقي كان عبارة عن 2000 اتش، بدأت التخزين بتاعي في الموقع 2000 اتش، فنحن دايرين نشوف التعليمات دي هيتخزن في مواقع الذاكرة التالية للموقع 2000 اتش ده هيتخزن كيف. طيب، انت عندك اي تعليمة؟ نحن التعليمات عشان تشتغل اي حاجة زي دي كده المفروض تكون عارف انواع التعليمات. نحن التعليمات بنقسمها لثلاثة انواع. تعليمات بتاخد بنسميها 1 بايت انستراكشن، بتاخد يعني نفس الموقع بتاعك مثلا 2000 اتش، هتكون التعليمة 2000 اتش دي قاعدة في شكل بتاع كود ثنائي مكون من 8 خانات ثنائية، هتكون موجودة في التمانية في ال 2000 اتش. في أي لحظة زمنية أنت عملت عملية بتاعة فيتشنج وعملية بتاعة اكسكيوت للكود الثنائي اللي قاعد في ال 2000 اتش ده، هينفذ لك العملية المعينة. طيب، ده زي العملية حقت شنو؟ زي الموف. الموف اللي هو بنقول لك بيانات ريجستر لريجستر تاني. طيب، عندنا بيانات 2 بايت انستراكشن، بتقوم تاخد بتشغل 2 بايت في الذاكرة، يعني بتاخد الموقع الحالي بتخزن فيه حاجة معينة، وبتاخد الموقع اللي بعده بتخزن فيه الحاجة التانية. طيب، في الحالة دي الانستراكشن في حد ذاتها، اسم الانستراكشن ذاتها، بتكون مكونة من كود 16، من كود 16 مكون من 8 خانات ثنائية. يعني مثلا زي مثلا هنا move immediately لل 8 اف اتش لل اي، الكلام ده معناه يا اخي نقول لي البيانات ال 8 اف وقاعده بالصوره الهكسديسيمال خدت عليه في الريجستر اي او في الاكوميليتر. طيب، في الحاله دي ال 8 اف دي عباره عن بيانات 8 بت، لانه الاف بتاخد 4 بت وال 8 بتاخد 4 بت، اذا كلها عباره عن 8 بت، فدي بتشكل 8 بت. والموف immediately دي براها بتاخد الموف immediately للاي دي بتاخد براها 8 بت، اللي هي الكود الهكسديسيمال حقها عباره عن 3 اي. لو لاحظنا هنا هنلقى انه كتب لي الاكواد حقت عندي، كتب لي قدام كل تعليمه الكود ال 16 المكافئ لها. يعني مثلا موف immediately اي او موف immediately دي بيكون الكود بتاعها عباره عن 3 اي. 3E برضه هو عبارة عن كود 16 مكون من 8 خانات ثنائية، E من 4 و3 من 4، إذا كلهم من 8 خانات ثنائية. ففي الحالة دي اللي هيحصل شنو؟ إنه الـ3E حقتي دي بتشغل 8 بت، وأصلا قلنا إنه حجم البيانات في المايكرو بروسيسور 8085 عبارة عن 8 بت، لأنه عندي 8 داتا لاين. عدد الداتا لاينز عندنا هي عندنا عبارة عن 8 خطوط حقت بيانات، وخطوط العنوان عبارة عن 16 خط، عشان كده بنلاقوا عنوان الذاكرة مكونة من 4 أعداد 16، اللي هي لما نفيد كل عدد بأربع خانات ثنائية بتديني 16 خانة ثنائية. لكن بالنسبة للبيانات اللي هي عبارة عن بيانات 8 بت، فهيحصل إنه 3E ده هيقوم يتخزن في موقع الذاكرة الأول،
والبيانات ال 8 اف دي حيتخزن في موقع الذاكرة التالي بالنسبة لها طوال. طيب من أمثلة ال 2 بايت انستراكشن هو طبعا الموف immediately. عندنا تاني بيانات بتاخد 3 بايت انستراكشن بتاخد 3 مواقع في الذاكرة، 3 مواقع في الذاكرة طوالي في حالة بالداتا حقتي دي دايما بتكون داتا عبارة عن هكساديسيمال لكن عبارة عن 16 خانة اللي هي فيها 4 أعداد 16، يعني كل عدد بيتمثل بأربعة خانات ثنائية الكل عبارة عن 16 خانة ثنائية. ففي الحالة دي الانستراكشن في حد ذاتها بتخزن في موقع، والجزء النهائي بتاعتها اللي هو عبارة عن زي مثلا هنا زي ستور A 2070 H، الجزء بتاعي على هنا ده اللي هو عبارة عن مثلا انت هتقوم تخزن، هتخزن مثلا في الموقع الأول هتخزن الكود بتاع الستور A، في الموقع الثاني بتخزن السبعين اللي هي بنسميها اللو أوردر بيت اللو أوردر بايت، وبتخزن في 2006 بتخزن الهاي أوردر بايت. طيب فدي أمثلة لإنستراكشن 3 بايت إنستراكشن. طيب مثلا هنا قال إنه أنا بدأت التخزين بتاعي في الموقع 2000 اتش، دارين نشوف المواقع هتعمل كيف. فأنت بتقوم بتعمل أول حاجة 3 كولومات أو 3 أعمدة، العمود الأول بيكون فيه الانستراكشن الدالة، العمود الثاني بيكون فيه مواقع الذاكرة اللي أنت هتوزعها، الموقع الثالث بيكون فيها الأكواد بال16 اللي أنت هيتوزع أو هيتخزن في الموقع ده. طيب فمثلا لو بدينا بالموف إيميديت لل8 إف إتش للإي، الكلام ده معناه ياخد تلية البيانات ال8 إف دي خدت عليه في الريجستر إيه. طيب قال لي إنه الموف ايميديت دي التعليم الانستراكشن او الهكسا كود حقه او الكود اللي بيمثلها لي في المشين عباره عن 3 اي. فاذا طوالي في الحاله دي الموقع على 2000 اتش طوالي حيكون فيه ال 3 اي حقتي تمام، والموقع اللي بعده طوالي اللي هو 2001 اتش طوالي حيكون فيه اللي هي البيانات حقتي هي عباره عن 8 اف. طيب لو مشينا للانستراكشن الثاني اللي هو موف ايميديت لل 68 اتش للبي، معناه خدت لي البيانات 68 اتش خدت عليه في الريجستر بي. طيب في الحالة دي طوالي انا اخر موقع عندي وقفت في 2001، فالموقع 2002 هقوم اخد فيه الكود حق الموف immediately لبي اللي هو الكود بتاعي عبارة عن 06، والموقع 2003 طوالي هاخد فيه البيانات حقتي اللي هي عبارة عن 68. طيب لو جينا مشينا للحاجة للتعليمة الثالثة اللي هي ستور ايه او خزين محتويات الاكوموليتر في الموقع بتاع الذاكره اللي هو عباره عن 2070 اتش، خزين محتويات الاكوموليتر في الموقع 2070 اتش، فهنلقى انه الستور A هتبدا من الموقع التخزين هيبدا من 2004 لانها حاجه جبتها في 2003، ف 2004 هخزن فيه 32 اللي هو الكود بتاع الستور A، بعد ذاك 2005 هقوم اخزن فيها اللو اوردر بايت اللي هو عبارة عن 70 اتش، والموقع اللي بعده اللي هو 2006 هقوم اخزن فيه الهاي اوردر بايت اللي هو عبارة عن 20 اتش. طيب لما نيجي الاوت او 7 اتش اللي هو الاوت تعلمت الانستراكشن حقت الاوت عبارة عن 2 بايت انستراكشن، فهتاخد لي موقعين، انا اخر موقع وقفت في 2006، ف 2007 هخزن الكود بتاع الاوت اللي هو دي 3، وفي 2008 هخزن البورت حق اللي هطلع منه الداتا اللي هو او 7. فكده بكون وزعت مواقع الذاكره حق ديزن هبدا ب 2000 وانتهي في الموقع 2008. طيب فده بيعتمد اعتماد كله على انك تكون عارف كل انستراكشن بتاخد كم بايت في الذاكره تمام، عدد البايتات اللي هو بيمثل لك عدد محتوى عدد عناوين الذاكره اللي انت هتشتغل عليها. طيب في السؤال اللي بعده قال عندنا دارين نكتب تعليمات رايد انستراكشن، دارين نكتب تعليمات عشان نضع الرقم 65 اتش في الريجستر سي، ونضع الرقم 92 اتش في الاكوموليتر اي، بعد ذلك دارين نقوم نظهر ال 65 اتش اللي خدناه في السي دارين نظهره في البورت 0، وال 92 اللي خدناه في الاكوموليتر دارين نظهره في البورت 1. طيب في الحالة دي انا قال لي اول حاجة يا اخي قوم اعمل عملية بتاعت شنو؟ اعمل عملية حق التخزين. اول شيء قوم خزن، اعمل عملية حق التخزين لشنو؟ اعمل عملية حق التخزين لل 65 اتش كويس، اعمل لها لود في الريجستر سي. فهنجي هنا
عملنا موف immediately لل65 اتش حطيناها في السي. انت دائما لو بدأت تاخد بيانات في ريجستر بتستخدم الموف immediately لو كانت بيانات 8 بت، ولو كانت بيانات 16 بت بتستخدم اللود اكستندد immediately اللي هي ال LXI. تمام، لو بدأت تنقل بيانات من ريجستر لريجستر فبتستخدم الموف، مثلا تقول موف A to B معناها نقول ليه بيانات الـ A خدت عليه في B، زي دي مثلا هنا موف B to A انقل بيانات الـ B خدت عليه في الـ A. طيب فهنا قال لي اول حاجه خدت ال 65 اتش في الريجستر سي، فهقول له ياخد موف immediately لل 65 اتش في سي. بعدك قال لي ياخد 92 اتش في الاكوموليتر A، فهقول له موف immediately لل 92 اتش في الاكوموليتر A. طيب قال لي ظهر ال 65 اتش في البورت 0 وظهر ال 92 اتش في البورت 1. انت دائما اي عمليه بتاعت ادخال او اخراج لداتا في المعالج الدقيق لابد انها تتم عن طريق الريجستر A، يعني اي بيانات داخله بتدخل عن طريق الريجستر A بعدك بتمشي للريجستر المعني، واي بيانات خارجه لابد انها تطلع عن طريق الريجستر A. فانا لما اقول يا اخي اوت، لما اقول اوت بورت 1 معناها طوالي ال A فيه ال 92 اتش، طوالي 92 اتش هطلع لي في البورت 1 زي ما هو حدد لي. طيب ده رضاه تطلع على ال 65 اتش، معناها اول حاجه المفروض اعمل عمليه بتاعت نقل لل 65 اتش انقلها في الريجستر A، بعدها بقدر اطلعها في البورت 0. فعملت عمليه بتاعت موف انقل لي محتويات الريجستر C اللي خدتنا فيه 65 اتش انقله لي لل A، بعدها طلع لي الناتج في البورت شنو؟ في البورت 0. فكده هيطلع ال 92 اتش في البورت 1 وال 65 اتش في البورت 0. تاني نمرة 3 قال اكتب تعليمات عشان تقرأ البيانات من الانبوت بورت 07H ومن الانبوت بورت 08H. بعد ذاك الحاجة قريناها من ال 07H دائما ظاهرة في البورت 00H، والحاجة قريناها من البورت 08H دائما نقوم نخزنها في الريجستر B. طيب اول حاجة قال لي يا اخي دخل البيانات القاعدة او اقرا البيانات القاعدة في الريجستر 07H، فهقول لي ان 07H كده طوالي هيقوم يشيل لي الزيرو، هيشيل لي البيانات الموجودة في البورد 07H هيخد علي وين؟ هيخد علي في الريجستر A. طيب بعد ده قال لي اعمل شنو؟ بعد ده قال لي يا اخي ظاهرة لنا في البورد، ظاهرة لنا في البورد شنو؟ ظاهرة لنا في البورد 00H. طيب ظاهرة لنا في البورت 00H معناها طوالي بعد ما عملت ال in 07H ممكن طوالي اعمل لها out في 00H، يعني ممكن طوالي من هنا اقوم اجيب التعليمة دي بجاي اقول in 07H وبعد ذاك اعمل شنو out ب 00H، كده دخلتها على الداتا بالبورت 07 وطلعتها بالبورت 00. طيب بعد ذاك دار اقوم اخزن الحاجة اللي انا دخلتها من البورد 08 في الريجستر B، فهقوم هقول لها يا اخي ان، بعد ذلك دخل لها البيانات من البورد 08 وبعد ذلك اعمل لها موف، موف A to B انقل ال A لل B. فاذا هنا ما محتاجين نعمل التعليمة دي، ما محتاجين نعمل التعليمة دي، طوالي البرنامج ممكن يقول لنا ان 07H out 00H in 08H موف A to B. تمام. نمرة 4 قال وضح البورت بالبورت 1 ده هيكون فيه شنو، الناتج فيه هيطلع شنو. طيب قال موف بي موف 82 موف ايميديت 82 اتش للبي. طيب في الخطوه دي احنا قمنا خدينا البيانات 82 اتش خديناها في البي، تاني عملنا موف بي تو اي، قمنا نقلنا محتويات البي خديناها في الاي، كده معناها البي بقى فيه 82 اتش والاي بقى فيه 82 اتش، لانه في الداتا ترانسفير انستراكشن ما بيحصل ديستروي للداتا. ديستروي للداتا يعني شنو؟ يعني انه البيانات اللي انا نقلتها من ريجستر لريجستر بتكون محفوظه في الريجستر القديم والريجستر الجديد. طيب بعد ذاك عملت شنو؟ عملت موف، نقلت ال A لل C، كده ال A وال B وال C الثلاثه بقى فيهم 82 اتش. طيب بعد ذاك قمت عملت شنو؟ خطيت ال 37 اتش خطيتها في ال D. تمام؟ نقلت البيانات 37 اتش خطيتها في ال D. في النهاية عملت اوت بورت 1، قلنا الاوت بورت 1 بياخد الداتا حقته من الريجستر A، انت الريجستر A اخر حاجة انت قمت نقلت ليه هو 82 H، اذا الخارج بتاعك هيكون 82 H. تمام؟ طيب
قال if the switch S7 of the input port 0 تمام على switch 7 ده is connected to data line is connected to data line D7 is at logic 1. At logic 1 احنا دايما يعني لما نيجي نتعامل في المعالجات الدقيقة دايما احنا 90% او 80% من شغلنا بيكون انه المفتاح لو قافل بنعتبر انه الحالة بتاعته 0 والمفتاح لو فاتح بنعتبر انه الحالة بتاعته 1 الا في بعض الحالات يعني. فهنا قال لي انا حافظ ان المفتاح ده في الوضع 1 وبعض المفاتيح في الوضع 0 دايرين نشوف الخري بتاع البورت 1 هيكون شنو طيب دايرين نشوف الخري حق البورت 1 ودايرين محتويات الريجستر بي لما ينفذ التعليمات دي. طيب اول حاجة انا قمت عملت شنو انت قمت قلت لي يا اخ موف immediately نقلت في الاي التسعة اف اتش تمام. بعدها قمت دخلت بيانات من البورت 0 تمام. البيانات دخلت وين؟ البورت 0 بيانات دخلت وين؟ دخلت من هنا لانه قال لك ده انبوت بورت 0 تمام. طيب البيانات دخلت عبارة عن شنو؟ قال لك ده كلهم اصفار ما عدا واحد معناه 0 0 0 0 0 0 0 1 اللي هو انت حقيقة رقمها من الاس 0 لغاية ما تصل للاس 7 فكلهم اصفار الا الاخير عبارة عن شنو؟ عبارة عن واحد. طيب الرقم ده عبارة عن كم؟ الرقم ده الأربع أصفار الأولى دي هتديك عبارة عن الرقم صفر والثلاثة أصفار واحد هتديك الرقم 8. فإذا هتكون الحاجة اللي دخلت هنا عبارة عن 80 اتش. بعدها كنت نقلت محتويات الـ A للـ B، الـ A كان فوق 80 اتش نقلتها للـ B وظهرتها في البورت 1. إذا كده في النهاية هيكون عندك البورت 1 وهيكون عندك الـ B، الاثنين هيكون فيهم كم؟ هيكون فيهم 80 اتش. انت بترتب السويتشات حقتك والمفاتيح من S0 لغاية S7 بتجي قال لك كلهم اصفار الا S7 عبارة عن واحد فهتجي تاخد اربع خانات اربع خانات الاربع اصفار الاولى بتديك صفر والثلاثة اصفار معامل واحد بتديك شنو؟ بتديك 8 فهي كلها عبارة عن 80 H. طيب تاني قال دارين ان احنا محتويات الريجسترات او دارين نملى الجدول ده كويس بعد تنفيذ كل من التعليمات الموضحة عندنا دارين نقوم نعمل الجدول ده. طيب ونحن دائما عندنا في الـ Data Transfer Instruction ما بتعمل شنو؟ دائما ما بتعمل تغيير في حالة الفلاجات يعني دين ما بتأثروا عندنا تمام؟ طيب فأول حاجة قال لي يا أخي أعمل عملية بتاعت شنو؟ أعمل عملية بتاعت Move Immediately لـ F2 لـ A. طيب معناها الـ A هيكون فيه F2 وال B وال S وال Z وال A not affected معناها شنو؟ N A دي not affected معناها ما تغيرت حالتهم لأنه ما تأثروا بالتعليم. طيب بعدها قال لي move immediately خدت لي السبعة A في ال B فإذا ال A هيكون فوق ال F2 وال B هتبقى فوق السبعة A وقلنا data instruction أو data transfer instruction ما بتأثر في الفلاجات ف not affected not affected not affected. طيب بعدها add B add B قلنا دائما التعليمة حقت الاد دائما بتاخد 1 register معناها register الثاني طوال عبارة عن ال A فهو هيقوم يجمع ال 7 A لل F2 هيجمع ال 7 A لل F2 جمع ثنائي وهيحط النتيجة في شنو؟ في ال A. عشان كده لما جمعنا ال 7 A مع ال F2 عددنا لما جمعنا ال 7 A مع ال F2 عددنا 6 C تمام 6C معناها اذا الـ A هيبقى فوق 6C الـ B ما هيتأثر هيكون فوق 7A ذاته لكن حالة الفلاجات مالها هيتأثر حالة الفلاجات هيتأثر كيف انه الستة دي في النهاية تمام الستة دي في النهاية هيكون عندنا فيها شنو؟ هيكون عندنا فيها الستة السي الستة دي في النهاية هيكون عندنا 0 0 1 1 0 تمام. اذا الدي 7 حقتي عباره عن 0 عشان كده الساين بقى 0 والنتيجه حقتي ما كلها اصفار عشان كده 0 0 والكاري هنا حقي هيكون عندي كاري عباره عن شنو؟ كاري عباره عن 1 تمام. كاري عباره عن 1 ليه؟ لانه الاي دي عباره عن 10 10 زائد 2 عباره عن 12 فهيكون هنا عندنا 2 ومعانا الواحد فهتبقى هي 8 8 واللي هي دي هتبقى عباره عن الاف 8 و15 هي 23 فهنخد جزء والجزء الثاني هيكون عندنا كاري اذا الكاري بي 1. طيب قلنا عاوض بورت 0 هيقوم يطلع تكت الاي 6 سي البي 7 اي والاس والزد والكاري ده ما هيتاثر بعمليه الداتا ترانسفير فاذا هيكون نوت افكتد نوت افكتد نوت افكتد. طيب عمليه الهولد
معناها كده البرنامج بتاعي انتهى، فهنحافظ على نفس المكونات طلعت من البورد زيرو زي ما هي. طيب عندنا في الجدول الثاني عندنا اكس اور للاي مع الاي، اكس اور للاي مع الاي دايما بيعمل كلير للاكوميليتر، بيعمل كلير للاكوميليتر، هو بينظف الاكوميليتر بيرجعه صفر صفر، عشان كده الاي هيكون فوق صفر صفر، على البي هيكون فوق نوت افكتد. طيب الساين بصفر لانه الدي 7 هيكون بصفر، والزد بي 1 لان النتيجه عباره عن اصفار، والكاري بصفر لانه ما عندي جمع ولا طرح ولا حاجه طلعت لي منها كاري. طيب موف immediately ل 4 اي اتش خد عليه في البي، معناها هنقول لي ال 4 اي اتش خد عليه في البي، فاذا الاي هيكون فوق 0 0 على البي، انا دخلت فوق ال 4 اي، وقلنا اي عمليه بتاع داتا ترانسفير ما بتاثر في الفراغات، نوت افكتد نوت افكتد نوت افكتد. طيب عملنا sub immediately لل 4 اف اتش. طيب 4 اف اتش معناها شنو؟ معناها يا اخي انت اطرح لي اطرح لي ال 4 اف اتش دي من مكونات الاي، وخزن لي النتيجه في الاي. طيب انا الاي كان فو 0 0 هطرح منه ال 4 اف اتش هيديني على البي 1 عمليه بتاع الطرح، اللي هو بجيب متمم الواحد لل 4 اف اتش، بعد ذلك بجيب لها متمم الاثنين، بزيد واحد لمتمم الواحد عشان يديني شنو؟ متمم الاثنين. طيب فاذا الاي هيكون فيه بي 1 على البي هيكون فيها ال 4 اي زي ما هي. طيب في الحاله دي الصاين هيكون بي 1 لانه البي هتكون عباره البي عباره عن 1101، فالدي 7 بي 1، فاذا الصاين بي 1 ال 0 بي 0 لان النتيجه معها اصفار، والكاري بي 1 لانه هيكون عندك برو لانه اللي انت طارح 0 0 0 تطرح منها 4 اف، فهيكون عندك استلاف معناها الكاري هيديك 1. طيب عملت عملية بتاعت اند للبي، اند للبي بتعمل عملية بتاعت شو؟ بتعمل لك عملية بتاعت اندنج لمحتويات للبي مع محتويات الاكوموليتر. تمام طيب. فانت عندك هنا البي حقتك كان فيها 4 اي، ودي عندك فيها 1 بي، هتعمل عملية بتاعت اند بيت مع بيت، هيديك الاي عبارة عن 0 0 نحن دي هيتخزن في الاي، البي ثابتة 4 اي، بعد ذاك الساين عندنا هيكون عبارة عن صفر لأنه الدي 7 بصفر، الزيرو بواحد، والكاري ما عندنا كاري، الهولد بيحافظ لك على الحالة السابقة حقت الانستراكشن السابقة، وما بيكون عندنا فيها برضه ما بتأثر على الفلاجات، عشان كده الفلاجات طلعت نوت افكتد نوت افكتد نوت افكتد، لكن الاي ب 0 0 والبي ب 4. طيب قال اكتب برنامج انه يخد ال 30 اتش في الريجستر بي وال 39 اتش في الريجستر سي. اللي هو قلنا له موف immediately لل 30 اتش خدت علينا في البي، وموف immediately لل 39 اتش خدت علينا في السي. بعد ذاك قال اطرح ال 39 اتش من ال 30 من ال 30 اتش. طيب عشان اعمل العمليه دي هقوم اول حاجه المفروض اطرح انقل ال 30 اتش اخدها في الاكوموليتر، فهقول لها يا اخي موف بي تو اي. بعد ذاك اعمل العمليه بتاعت شنو؟ ده اطرح محتويات ريجستر بطرحها بي بي سب سي. تمام طيب. بعد ذلك ده اظهر النتيجه، اقول دايما نتيجه الطرح بتخزن في البو في الـ في الريجستر ايه، فطوالي ممكن اظهرها قلت لها اوت بورد 1. تمام طيب بعدها قال يا اخي اكتب برنامج هنعمل لك عمليه بتاعه كليد للاكوموليتر، هو قلت اكس اور للاي مع نفسه، اكس اور للاي مع الاي. تمام طيب. بعد ذلك اضف ار 47 اتش بتضيفها بالتعليم اد immediately، اد immediately 37 47 اتش. بعد ذلك اطرح 92 اتش اللي هو بتطرحها بالتعليم اس يو اي سبستراكت او سبتراكت سبتراكت immediately اللي هو 92 اتش. بعد ذلك قال لي يا اخي اد 64 اتش، لكن قبل ده قال لي يا اخي اظهر النتيجه بعد ما اطرح 92 اتش اظهرها لي انا طوالي، انت قلت لي يا اخي اوت بورد 0 لانه لغايه هنا عمليه الطرح تمت فظهرتها طوالي. بعد ذلك اضيف ال 64 اتش واظهرها طوالي في البورد شنو؟ ظهرها في البورد 1. طيب قال افرض انه الريجستر بي فيه 39 اتش والاكوموليتر فيه 15 اتش، قال الستريت ذا ريزلت اوف انستراكشن اور اي للبي اكس اور اي مع البي والكومبلمنت اي. طيب الاور اي للبي انت اصلا البي حقك كان فيها 93 اتش وده كان فيه 15 اتش. طيب ال 15 اتش هي عباره عن 101 0 والواحد عبارة عن 1000، الثلاثة عبارة عن 1100 والتسعة عبارة عن 1001، فأنت هتعمل عملية بتاعة OR لكل خانتين ثنائيتين مع بعض حسب جدول OR العادي عنه بيديك واحد لو كان مع في كل الحالات ما لم يكون الاثنين عبارة عن أصفار.
فلما نعمل العملية دي نقلب العملية لهكساديسيمال هيدينا 97 اتش. الاكس ار الاكس ار للبي مع الاير هو بيعمل نفس عملية الاكس ار، هو لو اتشابهوا بصفر لو اختلفوا بواحد برضه هعمل العملية دي واجمع كل اربعة هيديني 86 اتش. السي ام اي هو بيعمل كومبليمنت اللي انت ليه حاجتك فيها 15 اتش، فهتقوم تجيب متمم الواحد، الواحد تخليه صفر والصفر هتخليه واحد، وتقلب العملية وتقلب الناتج لثنائي هيقوم يديك شنو؟ يديك ال اي اي اتش. طيب قال اخر حاجة، قال يا اخي خزن لنا ال اي اتش في الريجستر سي، هو قلنا له موف immediately لل اي اتش حط لنا في السي. طيب ماسك ذا هاير اوردر بيتس دي 4 تو دي 7 اند ديسبلاي ذا لو اوردر بيت دي 0 تو دي 3 ان ذا اوت بوت بورد. طيب انت عشان تعمل العمليه بتاعت الماسكينج دي، الماسكينج يعني شنو؟ الماسكينج يعني زي كانه انت تقصب انه الواحد يبقى صفر على اساس انه ما يظهر لك في الخارج بتاعك، او مثلا لو انت موصل على البنات دي موصلها مثلا مع لمبه او مع حاجه او مع 7 سيجمنت، فانت بس ده انت الشرايح الموصله من دي 0 لدي 3 هي تظهر، وتطفي الشرايح الموصله من دي 4 لدي 7. عشان تطفي من دي 4 لدي 7 المفروض تخليها كلها عباره عن اصفار، وعشان تظهر من دي 0 لدي 3 المفروض تخليها كلها عباره عن وحدات. طيب عمليه الماسكينج بتتم بانه انت بتشوف الحاجه بتاعت تظهرها بتخليها كلها البتات بتاعت تظهرها بتخليها واحد، والدائره تلغيها بتخليها عباره عن اصفار، بعدك بتقوم تشوف ده بيكافئ لك الرقم الثنائي كم، الرقم ال 16 كم، بتعمل لها عمليه بتاعت اند immediately مع الحاجه القاعده في الاكوموليتر، ده كده بيعمل لك عمليه الماسك وتطلع الخارج. فقمنا نقلنا ال A8 حطيناه في C، بعدها نقلنا محتويات السي لل A، ليه نقلنا محتويات السي لل A؟ عشان عمليه الاند ما بتحصل الا مع شنو؟ الا مع الاكوموليتر. طيب اقدر اظهر من دي 0 لدي 3 هخليهم 1 1 1 1، ودار الغداء هخليهم 0 0 0 0، لو جمعت الاربع وحدات بدون اف ولو جمعت الاربع اصفار بدون صفر. فاذا هعمل لي اند immediately مع 0 7 اتش، بعد ذاك هطلع النتيجه يعني اوت هطلعها بالبورد 0، وكده هنهي البرنامج لغايه هنا. طيب بكده نكون انتهينا من المتابعه بتاعت الداتا ترانسفير انستراكشن، بالاضافه لشنو الداتا ترانسفير انستراكشن بالاضافه للعملية حقة اللي هي اللوجيك والارثماتيك انستراكشن، ثلاثة انواع انتهينا منه في متابعتين، اللي هي المتابعة الاولى تناولت الداتا ترانسفير انستراكشن، المتابعة الثانية تناولت اللي هو الارثماتيك واللوجيك انستراكشن. شكرا، نواصل ان شاء الله المتابعة الجاية في البرانش انستراكشن او اوامر التفرغ. شكرا.